في فرصة حمل كبيرة الحمد لله، يعني لحديت هلأ معظم الأبراج في فرصة حمل. في عندك اللي هو نهاية طرف ثالث كان موجود في علاقة، إما علاقة صداقة أو علاقة عاطفية، في نهاية لنهاية، يعني مع خلينا نقول مش فضيحة، يعني نهاية مع، لا فضيحة بزلازل، أنا آسفة يعني ما كنت بدي أستعملها، بس في للطرف الثالث نهاية مش حلوة أبدا في هاي الفترة. وهذا الموضوع رح كثير يبسطك، خاصة إنه أنت انطعنت كثير في هاي العلاقة، أو زي ما قلت لك انتصب عليك. ممكن على فكرة عن جد عن بالعمل وعن جد في العاطفة مع بعض، لأنه بين عندي تن أوف، يعني عندك 10 سيوف، ما ضلش حدا إلا طعنك يا برج السرطان. فإن شاء الله إنه زي ما قلنا الحق رح يرجع. شايفة عندك، خلينا ناخذ الكروت في مع بعض. شايفة عندك حزن، كانت في عندك حزن، فترة حزن انطوائية من خذلان من حبيب أو شريك أو حتى زميل في العمل، ولكن طلعت الورقة مقلوبة. في نهاية لهذا الموضوع، هاي الفترة رح ينتهي على خير هذا الموضوع من بعد الخذلان اللي قلنا عليه والطعن بالظهر. شايفة انه الشريك عم بيحاول انه يوازن بينك وبين امور تانية في حياته، لحتى ما يعني ما يضطر يسيبك مرة تانية او ما يضطر انه يتركك، عم بيحاول يعمل توازن بينك وبين امور تانية في حياته، ممكن تكون العمل، ممكن تكون العائلة. عم بشوف هذا الطرف الثالث ممكن يكون، يعني مش شرط خيانة، يعني ممكن يكون احد افراد العائلة، خاصة الأم، أم الشريك ممكن تكون رافضة الموضوع أو كذا. فعم بشوف نهاية لهذا الموضوع، عم بشوف تسويات، عم بشوف مصالحات. الشريك عم بيقدم، خلينا نقول كاس الصلح، أو عم بيقدم عرض معين لإلك. بالنسبة للناس اللي ما عندهم حدا في حياتهم، مبين انه في شخص زي ما يقولوا كامل مكمل يعني، ولكنه شبه زواج تقليدي او كذا، ولكنها فرصة كتير كتير حلوة عم بشوفها هاي الفترة بالنسبة للعزاب. هذا كان بشكل عام. السرطان في العمل رح يكون في عندك ركود اول فترة اول اسبوع، ولكن بعديها عم بشوف في تمرحل، في تطور شوي شوي. في ناس كتير رح تكون زعلانة من هذا التطور اللي رح يصير معك، لأنه عم بشوف في ناس كتير عم بتراقبك في العمل، أو ممكن يكون الشريك عم بيراقبك يعني كتير كتير عم بيراقبك طول الوقت، إما يسأل حدا عنك أو على السوشيال ميديا أو كذا، ما بعرف شو الطريقة، لكن عم بيكون كتير عينه عليك. كمان هذا الكرت ممكن يكون طاقات سلبية حبايبي، ف ديروا بالكم إذا كان في عندكم طاقات سلبية، حاولوا الاستشفاء منها. طاقات سلبية زي ما بتعرفوا، حسد، عين، سحر، أمور مثل هاي، ف ديروا بالكم. في عندكم التشاكرات في منهم يعني متضررين، ف يعني إنه ديروا بالكم. هذا كان بشكل عام حبايبي. خلينا نفتح أكثر على العاطفة. إذا ورق إيجابي بشوفه، ورق حلو كتير كتير لبرج السرطان. نشوف إذا أكثر، إحنا حكينا عاطفيا عن بعض الأمور، بس نشوف كمان. حلو حلو حلو، رجعت الكروت اللي انا ما بحبها، رجعت تبين. لا وثلث كروت كمان، طاقات سلبية زي ما قلنا. طاقات سلبية حبيبي، عم بتكون كتير تعبان منها، يمكن اسحار، يمكن شغلات اعمال خاصة من طرف ثالث معمولة.
طرف ثالث عم بيشتغل هذا الموضوع إلك يمكن، أو للشريك، أو أنتوا التنين مع بعض، عم بتأثر عليك بطريقة شوي سلبية، ولكن شايفة عندك والحمد لله إنه في انتصار على هذا الشخص بكفين. في أمنية رح تتحقق في الحب، الأمور بينك وبين الشريك عم ترجع، لذلك الطرف الثالث رح يكون يعني كتير معصب وزعلان ومن هاي النوع. شايفتك منتصر على العلاقة، أو منتصر على الطرف الثالث خلينا نقول، أو هذا الانتصار على فكرة مش ضروري يكون عاطفي، مع إنه هذا الورق يعني أنا فتحته عاطفيا، ممكن يكون كمان في العمل، ولكن أنا بشوفه عاطفي أكثر. إذا هاي العلاقة الثالثة زي ما قلنا عم تشتغل أمور مش تمام، لكن في انتصار عليها هاي الفترة. شايفة إنه في عرض، في عرض من الحبيب، والحبيب عم رح يكافح بالمستقبل عشانك على فكرة. فيعني شايفة في أمور حلوة بينك وبين الحبيب عم بتكون هاي الفترة. نشوف عقلك الباطن أنت بهاي الفترة شو عم بيكون أكثر شي في بالك، على شو عم بتركز، إذا كانت في عندك تراكمات شغلات ممكن حتى. أي حلو، هذا الطرف الثالث الكرت طلع مقلوب، قلنا راح تنتصر عليه، وفعلا في هزيمة كبيرة لإله، لدرجة إنه راح يحب يخبي حاله، راح يختفي، راح يحاول يختفي من أفعاله. قلت لك قبل شوي في فضيحة أو كذا هو راح يتعرض لها، وفعلا راح يكون مخبي حاله أو يختفي بسبب هذا الموضوع، هاي الفضيحة. مع انه يعني احنا ما بنتمنى الشر لحدا، ولكن في شر رح يوقع فيه، هو رح يوقع في شر اعماله هذا الطرف الثالث. ففعلا عم بيكون في عقلك الباطن وعم بتحقق هاي الامنية او هاي الشغلة عم تتحقق فعلا. نشوف اذا في تحذيرات او حتى ممكن بشائر ببعض الاحيان، لكنها كروت تحذيرات بشكل عام الورق هذا. اها شوف حبيبي، في شخص كان لابس، كان عم يمثل عليك، في شخص بحبك، في حب عميق بينك وبين شخص، ممكن يكون صديق، ممكن يكون شريك، ممكن زوج، ممكن كان يمثل عليك بعض الأمور اللي هي كانت بس عشان ما يخسرك. مش هذا الشخص أنا ما بشوفه سيء، بشوفه منيح، ولكن عشان ما يخسرك كان لابس مثل ماسك، كان بمثل عليك، يمكن بمثل عليك انه ما بيحبك، يمكن يعني من هذا النوع، لكن الحقيقة غير هيك، الحقيقة انه كتير بيحبك وكتير متمسك فيك. خلينا نشوف اذا في نصيحة من الكروت. كتير حلو، في فترة رومانسية جدا راح تعيشها يا برج السرطان في هاي الفترة، يمكن عودة حبيب، يمكن انت والزوج راح تطلعوا مثل رحلة، مثل شهر عسل جديد، عم بشوف الامور عم تتحسن، في مصالحات، المهم في مشاعر كتير كبيرة على الصعيد الرومانسي، وكأنها مكتوب لها هاي الفترة انها تكون رومانسية بجدارة. فشايف الأمور العاطفية جدا رائعة، حتى للعزاب ممكن يكون شخص جديد عم يدخل حياتهم، هذا الشخص ممكن يكون من أبراج نارية هوائية أو مائية. هذا الشخص جدا يعني فرصة كتير حلوة، جدا شخص رائع عم بيكون قدامي، فنستغل الفرص. طلعت لك رسالة من الحبيب، مثل بيقول لك الحبيب انه استناني، انه في امور عم بشتغل فيها، في امور عم بعملها بساويها، بحاول اوازن بين الامور، وكأنه يمكن بحوش فلوس عشان العلاقة، او عم بحاول يصلح امور موجودة في العلاقة.
يمكن إذا كان في عوائق معينة عم يشتغل عليها فبيقول لك استناني ما تروح، يعني ما تروح لحدا تاني. يا برج السرطان، فحبايبي برج السرطان بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، ومن هون لهناك.